شي شويه مختلف على باقي الفيديوهات الاخرين، لان من ورا ما ولاو كيهضروا عليا في وسائل الاعلام المغربيه ويسيئون الي شخصيا. انا اضطريت باش نبين شكون انا، لعلم ان عمري ما كنت كنبغي ندخل في هذه الخصوصيات ديالي الشخصيه، لان ما غاديش تنفعكم نتوما حتى شي حاجه، وكتبقى مسائل اللي هي شخصيه لا علاقه لها يعني بالنضال وبهذا الشيء اللي كنديروا. اذا البارح في نهار 22 في شهر 5 اللي حنا في مايو كي كتعرفوا، يعني ولاو كيهضروا عليا دايرين برنامج في راديو ام اف ام وفي راديو اخر اللي هو اتلانتيك اللي هضروا عليا فيه. مي راديو ام اف ام جابوا يعني كيقولوا الناس انني انا من الجزائر، انني جزائري وانني كنخدم الاجنده الخارجيه، وجابوا واحد السيده كتهضر من وزاره الطاقه والمعادن كتقول بان راه ما كاينش الذهب في المغرب، ومن موراها جابوا فقيه باش يكملوها، يعني جابوا فقيه يعني حتى هو كيقول لهم اياكم والفتنه فيديو هذا الفيديو يتحدث عليه، حتى الفقيه يتحدث عليه حتى هو. يعني هنا كنشوف ما بقى لكم هادشي شويه تدخلوها حتى الدروس الحسنيه مادام ان رمضان قرب، فهمتيني؟ وبالمناسبه مبروك العواشر لجميع المسلمين. ما بقى غير الدروس الحسنيه هي صافي تقولوها فيها، وديك السادسه والسابعه الطادشه ولا ما عرفت القنوات ديال الصف الصحي، لان اصلا ما كنشوفهمش بتاتا. دونك اضطريت باش نذكر شكون انا، يعني انا بلقزيز احمد تاشفين، نسينا الباسبور كلشي تيجبتيه وقيلا مولا جيبي عافاك اونتخوطا. بلقزيز احمد تاشفين، مواليد مدينة الرباط، ابن الاستاذ الجليل محمد بلقزيز اللي كان رئيس محكمة، وهو اللي خلق يعني ما يسمى بالمحاكم المتنقلة، لان كانت واحد التاريخ كانت غير محكمة واحدة اللي هي في الرباط الابتدائية، وكانوا الناس كيجيو من جميع المدن يتحكموا فيها قبل ما يوليو المحاكم يعني في واحد العدد من المدن المغربية. وجيبي معاك عافاك حتى لاكارت ناسيونال من فضلك، فهمتيني؟ يعني وكان حتى بقات ليه عامين يعني انه ياخذ لا ريتريت ديالو وقدم الاستقالة ديالو. علاش؟ لان طلع ليه الدم كي كنقولوا، وما عجبوش يعني النظام المغربي، وهو عمره ما كان كيبغي النظام المغربي عكس ما يروج اليه. انا عمري ما كنت باغي نجاوب واحد العدد ديال الناس كيديروا فيديوهات عليا، وانا ما كنديرش داكشي، يعني تكون بقاو مقتصرين غير في اليوتيوب وداكشي ما كنت غندير فيهم، ولكن مادام الامر انه ولا حتى في وسائل الاعلام المغربيه باش يشوهوا لي السمعه ديالي، اذا وهذا راه معروف. يعني عائله بلقزيز راه معروفه في المغرب، راه ماشي جزائريين ولا فهمتيني ولا، لانه كل انسان يطالب بحقوقه او كيقول لهم هذا الفساد راه بركه علينا منه، كيولي اوتوماتيكمون جزائري وكيولي بوليزاريو وجهات خارجيه وديك الهضره الخاويه اللي ما بقاتش. والغريب دابا يعني الناس كلها كتعرف يعني شكون هو بلقزيز، اري باسبور عافاك. اذا ها الباسبور المغربي كذا، والبيومتريك ديالكم هو هذا، ايوا ما نعرف نقدروا نكونوا حتى هو صورناه، ها هو سيدي شوف اش كيبان مزيان. هبط شويه نهبط اوكي سي بون صافي مزيان، خليهم تيقراو على خاطرهم. لاكارت ناسيونال راه النيميرو ديالها هو A249611، وراني معروف يعني كيعرفوني ماشي يعني لاكارت ناسيونال حتى هي. انا عطيتكم الرقم ديالها 249611. دونك كيف قلت لكم وكاينين حتى شهادات يعني ديال الناس يعني كيشهدوا في الوالد ديالي الله يرحمه الاستاذ الجليل بلقزيز محمد، اللي كان عنده المكتب في شارع محمد الخامس في الرباط، وكان عنده مكتب اخر حتى في شارع رحال المسكيني في 189 رحال المسكيني في مدينه الدار البيضاء في بريمير ايطاج. يمكن لكم تسولوا الاستاذ يعني الغيلاني اللي دابا وقيلا غيلاني، هو اللي قال هو اللي شد يعني المكتب، وكان من الناس اللي الوحيدين يعني كانوا هما اربعه ولا
ثلاثة ديال المحامين اللي كانوا كيدافعوا على القضايا السياسية والقضايا يعني المهمة اللي ما كان حتى شي واحد كيقد يشدها. وهناك حتى شهادة ديال الأستاذ المرزوقي ديال تازما مارت، وكنشكرو كنشكر بهذه المناسبة الأستاذ أحمد المرزوقي على الشهادة ديالو اللي دلا بها، وأنا غادي تشوفوها غادي ندوزها لكم حتى هي. وكثيرا ما مني قال يعني في الأخير اللهم قيد لهذا البلد يعني ولي يوقظه من هذه المصائب اللي هي فيها، يعني راه واضحة. دونك من مور ما نشوفوا هذا الروبورتاج اللي كانت دارت الجزيرة، وماشي أول مرة ذكروا في الجزيرة، بل هناك حتى واحد العدد كثير ديال الناس ذاكرينه في الكتب ديالو. هذا من جهة. وكان نسيت محامي يعني وسم المحكمة بمرافعة عجيبة، لأنه أنهاها ببكاء، بكاء يعني حقيقة أثر في الجميع. والأستاذ بالقزيز لست أدري هل لا زال على قيد الحياة أم مات. الكل أشاد بمرافعته، لا سيما حينما بكى في النهاية. بكى في النهاية. بكى في النهاية. هل تذكر شيئا من تلك المرافعة، من أهم ما قال فيها؟ الحقيقة أنه بدأ المرافعة بما مر به المغرب في الاستعمار، ثم تكلم عن حلم المغاربة، وقال بأن هذا الحلم قد أجهد. المغاربة خيب آمالهم، خيبت جميع آمالهم، وقال أنه وقع الكثير من إراقة الدماء. ثم التفت إلينا وقال هؤلاء إنما هم أداة غرر بهم، لم يكونوا يعلموا شيئا، لماذا تحاكمونهم؟ وقال كفى من سفك الدماء، اللهم قيض لهذا البلد وليا ينقذه. وأجهش بالبكاء وخرج، يعني ترك المحكمة. أنا قرأت شيئا من مرافعته ومن مرافعات الآخرين، وكأن هناك كان محامون رجال يعني يحسون بالألم مما كان يحدث في المغرب. من جهة أخرى يعني كاين حتى الوالدة ديالي اللي هي خديجة لطفي، اللي أصلها من سطات هي، وكانت من الأستاذة خديجة يعني لطفي، كانت من الأربع نساء، أول نساء حصلوا على الإجازة في المغرب في سنة 1972، فهمتيني؟ وكانت دون ليطون أن الإجازة كنتي كتمشي دوزها في الجزائر. زيد عليك في الراس، علاش؟ لأن في المغرب ما كانش عندنا حنايا أصلا كليات فين يمكن ليك دوز الامتحان ديال الإجازة ديالك، وكانوا المغاربة كلهم كيضطروا يسافروا حتى الجزائر باش يدوزوا يعني امتحان الإجازة ديالهم. دونك حتى هي ها التصويرة ديالها، الوالد راه مراكشي، عائلة بلقزيز مراكشيين كيف قلت لكم، و يعني كان رفض وزارة العدل، فهمتيني؟ لأن أنا كي دائما فهمتش علاش كيبداو يلصقوا لي أنا عائلة أفقير، ما عائلة أفقير، مع العلم أن حنا ما عندنا حتى شي صلة مع عائلة أفقير بتاتا. كي يعني علاش رفض وزارة العدل؟ لأنه هو أصلا اللي خرج من رئاسة يعني القضاء، لأنه عارف بأن القضاء فاسد. وقضاء كله كيقول لنا القضاء اللي كيتحكم باسم صاحب الجلالة ليس بقضاء، لأن خاص يكون باسم العدالة، فهمتيني؟ موراها كنعرض عليه الحسن الثاني، وما أدراك ما الحسن الثاني في ذاك الوقت كتعرفوا، أن وزارة العدل، وأنا كنعقل يعني كنرفضها، وأمي كانت خاصمت معاه كاع، لأن كانت كتقول ليه لا راه غادي يعطيونا وهادي وكذا ومن هنا، وأنا باقي صغير يعني كان وكنقول ليه بابا علاش ما تاخذش وزاره العدل يعطونا الفردي، حيت انا عقلي باقي صغير ديال الدري صغير دي يعني باغي الفردي، انا يعطونا الفردي زعما عادي. هو كيقول لي ولدي راه ما عندنا ما نديرو حنا بهذا الشيء كله. دونك مني رفض وزاره العدل ما بغاهاش، هي تما فين عيط سميتو الحسن الثاني على لي دو بلقزيز، السي عبد الواحد بلقزيز والسي عبد الله بلقزيز، واحد داروا في وزارة الإعلام وواحد داروا في وزارة الخارجية، وبقى دورهم شحال من هنا لهنا لهنا، يعني لأن راه مدة وما خدموا فسميتو، وكنعرف حسب المعلومات ديالي هنايا هاد الناس ماشي حيت لافامي غادي نشد فيهم هكذا، لا يعني كيف دخلوا بداك الشيء اللي دخلوا وخرجوا،
كاين حتى رجل عمتي لماريا اللي تهو كان مستشار ديال الحسن الثاني السي الشرقاوي، راه هو ساكن في حي الرياض. يعني من مور 50 عام ديال الخدمه والزياده، لان ما طلقوا منه مسكين حتى طلقوه، فهمتي؟ يلا كي درك هذيك الدويره ديالو وباع فيها لابارتمون، اي لا الفيلا اللي كانت عنده في اكدال في شارع الابطال. يعني راه ماشي هاد الناس، راه ماشي ويلا عندكم نتوما شي حاجه محصلينها على شي حد في عائلتي انه كيشفر من اموال الشعب المغربي، انا سارحب انكم تفرشوه، ويا ريت تعطوني حتى انا اون كوبي، حتى انا غنبارطاجي، حتى انا غادي نضد وندير فيديو كاع ضد هاد الناس هادو، ولو يكونوا من عائلتي انا ما عنديش مشكل في هاد الناحيه، مادام ان الى عندكم شي حاجه باش تحضروا. اما باش الانسان يبقى يوزع في اتهامات خاويه، يتلقون اموال من الخارج، اعطينا خويا الاموال من الخارج. واش كتظن انت بان الجزائر غادي تمول مشروع يسقط النظام المغربي في المغرب؟ وإلا مشى تسقط النظام المغربي في المغرب غيسقطوا 5 ولا 6 الانظمه في شمال افريقيا وافريقيا. وهانت لك خير مثلا لما نمر تونس، رحنا شفنا مباشره مصر، ليبيا، اليمن، سوريا، البحرين، يعني الدول اللي لان هي كلها دول متشابكه مترابطه فيما بينها. دونك هذا هو اللي دونك مي النظام المغربي هاد الاسطوانه ديالك راه ما بقى حد، يعني اصلا يعني شو حتى الصحافه المغربيه مكلاسيه في المرتبه 156 عالميه. علاش؟ لانها صحافه يتحكم فيها المخزن النظام الملكي، فهمتيني؟ ماشي ان ما عندناش ناس او كفاءات اللي يقدموا واحد المنتوج صحفي اللي في المستوى، لا، في المغرب، في ماشي المغرب، اي دولة ديكتاتورية كيف ما بغات تكون، هو ما يمكنش ليك تمارس يعني الصحافة او المهنة ديالك، فهمتيني؟ كصحفي او كحقوقي او كأي مثل الدول يعني اللي فيها الحريات والى اخره. دونك هذا هو السبب علاش حنا غنبقاو متأخرين. ولا جيتي تشوف ماشي الصحافة، راه اي سيكتور في المغرب الا شديتيه وتبعتيه غتلقى فاسد، ولا تبعتي يعني المنبع ديال الفساد غادي يديك للقصر الملك، غتلقى راسك واقف قدام الملك. هذا هو، لهذا يعني انا اصلا بعدا انا راني ضد الملكيات اينما كانوا، فهمتيني؟ يعني راه ماشي غير انا، حتى دوك الملكيات البرلمانيه وهو هادشي راه فين قلتو ذكرتو في شحال من فيديو، ولكن لا زالوا يعني بنادم كيبغي يشوه لك السمعه، لان انا ما عندها حتى شي معنى واحد العائله تجلس تبقى تتبرع مع راسها وتاكل وتنعس وتشرب، والشعب كيخدم يعني 4-6 صباح 5 صباح باش يخلص ضرائب باش يعيش بلو صالير مينيموم، فهمتيني؟ ويعيش حياته كلها لا ميزير، ولا يعيش داك لو فهمتي حدو قدو اتسيتيرا، وهما كاسي كيتبرعوا بالمليارات وكيسافروا، لان حياتهم هي هي، ما كاينش ما عندهمش شي حاجه الا الملك ديالنا حنا، راه زايدها لينا بالسلفيات. السلفيات يعني ولا عندنا ملك سيلفي مثلا. هذا شوف غير ترامب اخيرا ها هو مشى عند قريش، ياك راه مرجع حتى راجع مع رابط معاه 1000 بوست ديال الخدمه، هذا الشهر غيخدموه الامريكان. بينما الملك هذا مشى طلع على قريش ورجع، بينما الملك ديالنا حنا اولا ديالكم نتوما، حيت حنايا سرينا مع الملكيه، يعني كنقول نتوما العبيد وهذوك اللي مازال باغيين يبقاو ملكيين، الملك ديالكم نتوما العام كامل هو كيدور كيصيفط لينا اكثر من 1,000,000 سيلفي. ما عرفتش انا واش هاد السيلفيات ديالو غادي نحلو بهم مشاكل البطاله، التهميش، التفقير، الجريمه، الدعاره، البيدوفيلي، يعني حنا غارقين في سميتو، وكيزيدوا يكذبوا عليكم، يقولوا لكم راه حاسديننا الجزائر حاسدانا. انا بعدا فاش كنمشي نشوف شهاده للجزائر باش نكونوا واضحين، الجزائر هي احسن منا. علاش؟ لان ملي كنمشي نشوف مؤشر التنميه البشريه اللي هو الصحه والتعليم والدخل، كنلقاو الديمقراطيه احسن منا، لا هما لا تونس لا واحد العدد من الدول. انا ما فهمتش، هما مكراسين في مرتبه 93 وانت راك مكراسي في 126، علاش غيحسدوك؟ يلا وهما احسن منك، يلا رجع عليا انا بغيت نفهم هاد القضيه هادي. ولكن هذا كلام يروجه الملك بنفسه في الخطابات ديالو، وينعكس حتى
على طبقة العياشة والإعلام ديالهم العياش وكل شيء هو عياش تما. يعني كي راه حاسدين، ما فهمت علاش حاسدين، واش على الدعارة، ثاني دولة الدعاروية في العالم، واش على الفساد اللي محطوطين فيه الأرقام القياسية، واش على أنها قولوا لي علاش حاسدين، ولا على ذاك الإنجازات العظمى، الإنجازات العظمى اللي داير لنا محمد السادس اللي هو أكبر لابوز، أكبر أومليت، أكبر طاجين، أكبر طنجية مراكشية، فهمتيني؟ وزيد وزيد اتسترا. انا ما بغيتش ندخل معاك محمد السادس في لي ديطاي، فهمتيني؟ اما لانني انا راني كي كتعرفوا راني مطريز وطاق زعير، يعني الشابو روج، و جو سوي ان انسيان مومبر في لو رويال بولو كلوب كاست دو دارسلام، فين كاينه عمتك لاله همينا. وما بغيتش ندخل نقول يعني انها سيتو ليزبيان كتمشي مع العيالات، لان هادشي كنت كنشوفو وكانت كدوز من حدايا وكتلحش عليه يدين بوسها، وراجلها مولاكم دريس الوزاني تا هو سيتان هوموسيكسويل كيجي صاحبو كيمشيو يديرو بروموناد اون شيفال، يعني راكم عارفين في الغابة تما ديال زعير ياك. هادشي انا راه مبغيتش ندخل فيه، ولكن مادام انكم نتوما كتقيسوني انا شخصيا في مافي بخيفل، انا غادي نشرح ليكم شنو هما هاد الناس. نقولو حنا هاديك في الباسبور مزبور، وغادي نعطيك دي ديتاي دي ديتاي اللي بوتيتر ما كيعرفو حتى شي واحد في المغرب، لان لا فامي رويال، فهمتيني؟ لان حتى من عمتك محمد السادس، واش نسيتي بانها ماتت سكرانه في طريق الفنيدق نهار اللي دارت كسيده اللي كانت مجوجه بها عثمان؟ نسيتيها ولا حتى هي نزيد نفكركم فيها؟ اشنو بغيتو مازال تزيدو تعرفو؟ يلا بغيتي ندير لكم جوجل ايرث ونجبد لكم ديوركم واحد وحده واحد واحد فين ساكن، ونوريكم نوريها للمغاربه. ها ياك حتى من الامير الازرق اللي مشى دار لينا ديك الشوهه في الامم المتحده، ياك ساكن في القصر ديال جداكم عبله اللي كانت عبده عطاها القلاوي لمحمد الخامس، ها وكيقولوا عطاها ليه حامله كاع ثلاث شهور. ايوا شنو نزيدو مازال؟ ها وخلى القصر ديالها تما وبنى قصر اخر تما حداها، وكان دائما في عيد ميلاده كتلقى تما بنات الوزراء السكرانين والخبار سميتو، وكان دائما القرقر كيسميه ابو الاحمر. وانت يا محمد السادس البنت اللي كنتي طايح معاها بنت ديور الجامع اللي كانت غتقتل راسها مسكينه قبل سلمى، اما سلمى تاهي راه خونتي غير واحد السيد اللي كانت طايحه معاه، تا من صاحبها اللي كان في مدرسة المهندسين من نهار اللي هزوه من قهوة كوكتيل ما عاودناش شناه اليومين هذا السيد غادر. إوا سي محمد السادس زعما هاد الشيء كله أنت كيتصحاب ليك زعما غادي تجي وتكذبوا على الناس وتقول لهم لا أنت جزائري هذا بوليزاريو هذا كتقول ساهلة تفرقوا سميتو. وأنا عمرني ما دخل بغيت ندخل في هاد لي ديطاي. أنا نهار اللي درت حتى يعني الفيديو ديال الشذوذ الجنسي ديالك محمد السادس درتو باش يعني نشوف واش غادي فعلا تدعي هاد لي جورنو، حتى لكم لي جورنو والاذاعات اللي تكلموا، واذاعات اللي عندها مصداقيه واذاعات اللي هنا في الخارج. وكي كتعرفوا في الخارج الا كذب عليك جورنال سي كاسا سابيل دو لا ديفاماسيون، من حقك انك تدعي يقدم لك اعتذار رسمي وحتى تعويضات ماليه ضخمه مادام ان الامر يتعلق ب اون بيرسوناليتي بوبليك كونو اتسيترا اتسيترا. ياك نقول حنا انت ما محتاجش الفلوس لانك تشفرهم المغاربه، الفلوس موجوده ياك، ولكن اعتذار رسمي راك محتاج ليه. عمركم ما هضرتوا على هذه المواضيع بينما كتصيفقوا لي انا العياشه ديالكم، يسبوني انا وسبوا لي والديا ومراتي وسميتو. بغيتو تشوفوا فيلم مدفون محمد بن القزيز الوالد ديالي؟ لا هو لا هو يقراو في روضة الشهداء في ربع معروف، يعني ما فهمتش انا واش هادي كاع بلادة فيكم وصلتوا ليها، يعني وليتو فهمتيني. وباش كملتو ساليتو جبتو لنا واحد الفقيه، ها فين كنقول ديال الفقيه حتى هو جالس كيجبد في الاحاديث ديال لي لا يجوز الخروج عن ولي امرين وداكشي. وهنا كنقول لخوتي المغاربه شوف انا راه احبكم في الله، بالنسبه للناس اللي هما مسلمين والناس اللي هما ملحدين احبكم في الانسانيه فهمتيني،
اللي بغى يعبد شي حاجه يعبدها، انا من عندي بغيت تعبد حتى ما عرفتش شنو هي يعبدو، ما ماشي شغلي ياك. ولكن هذا راه كنقول لك اخويا راه الدين كيلعبوك ليك بالدين. انت الا كنتي مسلم وعندك غير عزمي ما تقولش لان الدين بريء، انت راه ماشي بريء مادام انه هو يستخدم من طرف محمد السادس والفقهاء ديالو 56000 مسجد اللي كيتحكم فيها هو، فهمتيني؟ راه الا وكيضحكوا على الناس بالدين. وكنقولوا الحاجه اللي كتبقى فيا انا وهو كنشوف هاد المسلمين ساكتين، ما كينوضوش يهضروا، ما كينوضوش يقولوا لي احبس السي محمد دخل عليك الدين ديالنا في الثقه، سير تشوف لك شي حاجه اخرى ولا سميتو. هو كيبقى يمثل عليهم ديك امارات المؤمنين والناس ما فاهماش والناس سميتو كيتصحاب لهم راه بصح نيت يعني دونك سميتو. هنا غادي نهضر على واحد المساله اخرى باش نختم، وهو الذهب. الذهب لان كنشوف راسي بعدا هضرت على راسي بزاف، وبتتخ انا ما نستحقش كاع هاد الوقت كله اللي هضرت فيه على راسي، وعمرني ما كنت باغي نجبد بحال هاد المواضيع، لان المشكل هو اكبر بكثير مني انا. المشكل راه هو مشكل دوله 40 مليون مستقبل 40 مليون ديال المغاربه، يعني وطن، الوطن راه اكبر من الملك والملكيه. راه من باع الوطن ومن خان الوطن راه هو هاد العائله الخائنه اللي جابت لنا الاستعمار من النهار الاول كحمايه، وتقفات المغرب باتفاقيه اكس ليبان، ولا زلنا اليوم الى هذا مستعمرين. اذا هذا هو المشكل. المساله ديال الذهب، قال لك خرجت جات هذيك من وزاره الطاقه كتقول لهم انا اتصلوا بي شخصيا ناس خدامين في وسط مناجم، انتي لا انتي في وزارة الطاقة، كيقولوا لي يا خويا تشفين احنا رحنا خدامين هنا وسط مناجم ودايرين لنا دي ريبارتيسيون باش ما نعرفوش اشنو داير في مناجم، في وسط مناجم اشنو كاين، اشنو كيتستخرج، اشنو. علاش؟ لانهم خاصهم يتكتموا. وهذاك الشيء انا اللي جبت، راني ماشي مشيت جبدتو من عند الجزائر، هذاك راه سي لو سيت اوفيسيال دو مناجم، وداك الشيء كله راه صورته وعندي بالصور، عندي اون كوبي. نتوما مشيتو كتجريو كتمحيو في داك الشيء لان فرشتو ليكم وخرجتو لي العلن، ومنين بديتو كتمحيو في داك الشيء زدتو تبتو ليا بانكم شفار بمعنى الكلمه، لان ما يمكنش نتوما سيرين ونتوما كاتبين داكشي وحاطينو في لو سيت اوفيسيال دو مناجم ياك. ونهار اللي ذكرنا حنا مشينا تناولنا هاد المواضيع، يعني نتوما مشيتو كتجري وكتمحيو في داكشي وخايفين فهمتي، وليتو كتروجو دابا لان عارفين الحراك كاين وعارفين مدن اخرى غادا تنوض، وراه هادي عول عليها محمد السادس، يعني راه الملكيه انتهز من الملكيه في المغرب، راه هي مساله وقت. عرفتي حنا راه ما بقيناش باغيين هاد العبوديه وهاد الدل ديالكم وهاد الركوع وهاد خلقتوا دين جديد، يعني اسلام جديد وليتوا تركعوا فيه للانسان، وليتوا حتى خطاب محمد السادس اصبح مقدس في الدستور، يعني الفصل 52 الحماقات. وحنا راه عمرنا ما غادي نتفاركوا معاكم على هذا الشيء، لان ما دام ان الشعب المغربي مهضوم الحقوق ديالو وهناك الكبير الطامة الكبرى وهو هناك جرائم في حق الشعب المغربي ابتداء من 1908، وحنا جايين راه غتبدا المحاسبة من 1908. انا كنقول لك محمد السادس راه ماشي منك انت، فهمتيني؟ الى ليك نتايا وشنو درتي، لان حتى الناس اللي كان اليوم في السجون ها هما ملفات ديال واحد العدد ديال الناس دخل السجون بالملفات المفبركه، التزمامرات لازمنا نعيشوا سياسه التزمامرات، الاغتصابات في السجون، وفي الاخر في الاخر كتخرجوا لينا ديروا لنا داك الا هو راه ما عارفش، واحد كيخرج يقول لنا لا راه مسحور هذا الملك راه ساحرين ليه، واحد كيهضر طبيب السيدي قال لك ما عرف عنده السمور الصناعه ولا داك الشيء، واحد اخر حتى هو كيقول لك الا راه كيلبسوه الحوايج ديال الشواد الجنسي ولا تما، يا المخازنيه كتزيد وتبين وكيتسحب لكم واش بنادم ما
ما كيفهمش شنو كاين بنادم راه حمار اسي بوان. ها نتوما راه تعيشون في عهد الانترنت، ولكن الاساليب ديالكم بقات نفس الاساليب البيخه ديال الستينات والخمسينات، وهي راه مساله ديال الوقت. الحمد لله، المهم الحمد لله، يعني او الحمد هذا ما عرفتش شكون اللي خالق هذه الدنيا كاع. صافي ان 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 بلادنا كيفاق، وغراسا هاد المجهودات اللي كيقوموا بها هاد الاحرار، هاد الناس كاملين، يعني بنادم اللي كيعرف شنو عنده في المغرب واش نسبته. وكيف غادي نديروا على وزاره الطاقه مع هادوك لي فيديو اللي خرجوا؟ لان راه هناك تقارير كبيره كتتحدث على الذهب في المغرب. ها هذاك اللي خرج دار الفيديو وكيدوي على الذهب اللي جاي من المغرب حتى هو، واش كي غادي يقولوا ليه؟ حتى هو كنتي كتكذب، حتى الجزائري خلصتك الجزائر، هو بزاف على الجزائر. يعني انا اتفهم ان الجزائر تبحث عن مصالحها كباقي الدول، كيف المغرب خاصو يمشي يبحث على المصالح ديالو. اصلا شتي هذاك النظام الجزائري راه حتى هو خاصو يمشي في حاله. يعني موقفنا حنا كجمهوريين راه باين، حنا نريد تحرير شمال افريقيا كله، خاصو يمشي صافي دول ديمقراطيه تحترم حقوق الانسان بمعنى الكلمه. مشى ولكن انا ما يمكنش لي ندخل في الشان الجزائري، الجزائريين هما اللي خاصهم ينوضوا يهضروا على بلادهم وارضهم. انا مدى مغربي اتحدث عن المغرب تي، وانا ما غاديش تبقاو تدوخوني بهذاك دير فيديو على هذه ولا جاوب هذه ولا بحال هذوك اللي كيديروا لي فيديو عليا كيتسحبك. غادي نجاوبك، انا راه ما مساليتش باش نبقى نجاوبك ولا نقول لك شنو كاين. ابقى دير لي فيديو مع راسك وبقى تما بحال شي شويه الهم بالنسبه ليا. انا اللي كيهمني وهو محمد السادس، وماشي محمد السادس حيت عندي معاه شي حاجه شخصيه، لا، بحكم هو عنده جميع السلطه في المغرب، بحكم نهار اللي خرج الشعب المغربي يطالب بدستور ديمقراطي، تمت الالتفاف على المطالب الشعبيه ودار دستور اللي كنسميه الزطوطوطي، نسبة اللي بانوا الزطوطوط اللي كانوا خرجوا كيهلوا الفانيد والمالك والقرقوبي والزطوطوط، فهمتيني؟ هذا سميناه حنا الزطوطوطي. هذا الدستور اللي ما فيه حتى شي حاجة، السلطة كلها عند الملك، والملك ما وصلوش، جالس كيشري في افريقيا وفي الدول الأخرى بفلوس المغاربة، لي مين دور، لي مين دو ديامون، لي مين دو سير. وانتو نتوما تكذبوا علينا تقولوا لنا حنا المغرب ما فيه حتى شي حاجه، وذاك البترول حتى هو ها اللي بقيتو ساكتين عليه، اللي من 2012 ذكرتو لو بلو غران جيزمون اللي في شمال افريقيا، والدول اللي لقات البترول كتقول ها فين كاين البترول، كتحط في الخريطه وتعطيك شحال من متر كوب كاين تما ولي زانفورماسيون، وانتوما كتبقاو ضاربين الطم. نهار اللي تفرشات قضيه خرجتو كتبينوا بعد الصخور في الاطلس، وراه الاطلس راه فيه البترول كيخرج بوحدي بوحدي من الارض، يعني ملي كيولي ولا يخرج بوحدي حتى كيكون انكسي زدك في الراس، ما كيخرجش البترول بوحدي من الارض، يكون ما كانش انكسي وكيبدا يدفع الارض يخرج برا، يعني كاين اون غراند كونتيتي. والو انتم كتعرفوا تجيبوا السموم تقتلوا بها عباد الله تخلصوا بقاو ساكتين، بومبيو البترول واحد 20 عام ولا 30 عام، الشعب ما حدو ناعس ما فاهمش بلوس تكذبوا عليه. هذه اكثر من 20 سنه الذهب يستخرج من المغرب، تاريخ المناجم بدا من 1928 وهذه زافورماسيون مكتوبه في الرصيد، هما كيعترفوا بهذه المسائل، لان هما داكشي ما كانش موجه لينا، ما كانوش كينتظروا اننا غادي نمشيو. وانا كنواعدكم شي هادشي ديال المناجم بالنسبه لينا حنايا كجمهوريين راه عاد بدينا فيه، حنا راه عاد طحنا ليكم على الجرح. ياك الملك كيقول اين هي الثروه؟ ايوا سيدي انا راه مشيت نقلب ليك على الثروه، ياك تخرج قول لنا اين هي الثروه ودرتها، حتى واحد ما لقى حتى شي حاجه، ما حتى واحد ما مشى قلبت. ايوا قلت انا كجمهوري غادي نمشي ولو انني ما كنتفقش مع هذا السيد، نمشي نجيب ليه الثروه، فهمتي؟ وانا كنوعدكم مازال كاين اكثر من الذهب في المغرب، غادي يخرج مستقبلا، ولهذا انني غندخل معكم في هذا الديتاي، لان راه كاين بزاف ديال الناس دغيا كيمشيو
وكيديروا كيشدوا لنا دوك الفيديوهات وسميتو، ولكن في الاخر كيبداو يروجوا فكره ان الملك بريء والملك ما وقيلا ما فراسوش والملك ماشي ديالو، وشي نهار يقولوا لنا ما نعرف هذا الملك مسكين راه ما شي صخابيخ شكل، انا ما عرفت انا هذا، فهمتي؟ مع العلم ان السيد هو دائما مسافر من اجل لي زافير ديالو. ها كاين كاع اللي قال لك، وهذه مصيبه، هذا كاين اللي قال لك مناجم ماشي ديال الملك وديال من ديالي انا. ها انا مول مناجم، ايوا مزيان، اش تحاسبوا معايا اخويا، انا راه هو مول مناجم، يعني كاع توصل بصلات بيكم لهاد البلاده باش تضحكوا على داك الشعب المسكين ولاعبين فيها مناظرين، لانه غادي شنو تجيو بصفه المخزن المخازنيه، انتم غادي تجيو بصفه انكم مناظرين وانكم ضد الفساد وانكم كاده وهذه، وشويه فين لصقوا في الهمه، ولا شويه فين لصقوا على المجيدي، ولا شويه فين لصقوا على شوفوا شي حاجه لصقوا فيها والمخزن وصافي والضبابيه وبقاو تقلبوا فين هو المخزن، كاين شي واحد في هاد البلاد كيسرق علينا الذهب، ما عرفناش لا قلبوا خرجوا كنت سطين قلبوا كنضحكوا على الشعب المغربي. شي السياسه سي فين حنا هاد الشيء ديال شكون انا ولا ما شكون انا والمسائل الشخصيه عمرنا ما كنا كنبغيو نتداولوا، لان حنا كنا كجمهوريين معنا دكاتره معنا دي سانجينيور معنا ناس اللي عندهم دي بوست على برا ما تصوروهمش نتوما المغاربه، وكيف معنا ناس اللي مثلا ما قاريش ولا خدام عادي ولا ما خدامش ولا ناس اللي في المغرب، لان احنا ضد هذه الفكره اصلا ديال المساله ديال هذا نحترموا الانسان حيت هو مثلا دار لينا السنه طالع علينا فيها دكتور ولا يكون دكتور مثلا، حنا غنحترموا هذا راه حيت انجينيور ولكن هو راه شفار، ولا هذا راه حيت دار لينا اللحيه فهمتيني ديال الفقيه ومديرين لينا علامه فهمتيني، هو راه يروج يعني يحمي مصالح يعني الملك الشفار. نحن نحترم الانسان كانسان، نحن نحترم هذاك رجل النظافه ماشي الزباد، الزبار هو انت والاخر الاخر انا اللي كنلوحو الزبد في الزنقه، هذاك راه كيتسمى رجل النظافه اللي كينقي لينا الزبنة، نحن نحترم هذاك الانسان اكثر من اللي غنحترموا الملك، دير بالك، لان ما يهمنا نحن في المعادله وهو الانسان، اما مساله ديالي انا فين قاري ولا ما قاريش، اش غتزيد فيك انت؟ انا قريت في جون دارك وقريت في دمشق و اونسيان نانا دو ليسي ميليتار، وخرجت الاج دو 16 كملت قرايتي على برا، قريت في كندا، قريت في الانجليز، قريت في واحد العدد ديال الدول ديال ديفورماسيون وخدمت و اش غتفيدك انت؟ ها انا كنقبض جوج دريال ولا كنقبض 200 مليون ياك، اش غتزيد فيك انت ولا غادي تنقص منك؟ حنا هنا راه ما كنحترموش حنا هنا الناس حيت هما راه ما نعرف دكتور، كنحترموك الا تستحق الاحترام، اما الانسان اللي ما عندوش راه كنجلسو معاه فوق القص، راه كان فينا ما نهبطو الموديل الاخر ديال البيم والمرسيدس ونهبطو تبوزاو عليكم في المغرب الا بغينا، راه ما غتخلبناش فهمتيني، وباقي عندي رزقي انا شخصيا في واحد العدد من المدن المغربيه لا 16 لا 14 لا يعني، وضايع فيه لانني ما كنقدش ندخل المغرب، لان كي كتعرفوا الا مشيت تدخلت للمغرب القرعه كتسناني، وجوابا لهذوك اللي كيقول لك الا سميك راجل اجي دوي في المغرب وانت راك عارف كتشهد بصفه غير مباشره على ان المغرب راه دوله ديكتاتوريه، لان انا الا حطيت رجلي في الديوانه ما غاديش يخليوني حتى نفوت الديوانه النهائي مباشره من تما يخبروك، ها مثل دريس مثلا المقاومه مثل خونا ربيع اللي هو كل مره مدخلينو مخرجينو ما عارفين كيديرو معاه، مثل حموده اللي تا هو راه داو وخبروه فهمتيني، مثل واحد العدد كتير ديال الناس، لاننا نحن نعيش في دوله قمعيه دوله بوليسيه فهمتيني لا تحترم موفرات لا الانسان يعني ابسط متطلبات الحياه باش يعيش
ولا تحترم حتى حقوق الانسان، حتى التعبير. ها هو الناس في الحسيمه خارجين يهضروا ويعبروا انهم باغيين اش كيطالبوا بالسكن، باغيين السبيطار، باغيين من مور المجازر اللي درتو فيهم، ياك كتردوهم بوليزاريو، كتردوهم جهات خارجيه داعمه راه مش هذاك الزمان ديالنا. كنا كنثيقوا بكم في واحد التاريخ بوتيتر، يعني لان دابا ملي كثرتوا في هذا الشيء ديالكم ولينا كنشكوا واش حتى البوليزاريو، مع العلم اننا نحن لا نتفق مع طرف البوليزاريو والانفصال، واش حتى البوليزاريو اللي كتسميوهم نتوما البوليزاريو واش حتى هما طرا فيهم نفس الشكل اللي طاري فينا ولا كيفاش؟ يعني هذا السؤال كنحطو، يعني مادام ان اي واحد كيخرج يطالب بحقه ولا يقول هاد البركه علينا من الفساد، كتلصقوا ليه هاد التهمه ديال الجهات الخارجيه، الجزائر، الصهيونيه، مره تقولوا لنا ماتوني ماسوني، بان لكم طابلو ديال والو عندي في الدار، مثلث فيه مكانه، رديتوني حتى انا ماسوني، شويه تردوني مع وضعي الصحيح، شويه معنا حطوني على واحد البلاصه عافاكم، انا ماشي هو محمد السادس اللي هو كيدير 700 خدمه، فهمتيني؟ وما قادي بها حتى شي حاجه، فهمتي؟ قادي بها المصالح الراسه. انا ديروا لنا نعرفوا راسنا، الا كنا حنا مع الجزائر نعرفوا الجزائر وخليكم في الجزائر، كنا حنا مع بوليساريو، كنا حنا مع ما يمكنش تكون هنا وهنا 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 وفي نفس الوقت بويليسي مع لاضي اسطي. ايوا راه مزيان الا خرجوا حتى لاضي اسطي كيديروا هادشي اللي كدير حتى انا. انا غادي نعترف لكم بواحد المساله اللي هي مزيانه كاع لاول مره، واحد الاعتراف، انا مع ماشي لاضي اسطي، انا خدام مع لاضي اسطي ومع لاتجاد حتى هما، وحنا لاضي اسطي ولاتجاد حتى حنا كنضموا الصوت ديالنا للجمهوريين المغاربه ونطالب باسقاط الملكيه، لان ما بقيناش عاجبنا نبقاو نطلعوا القراعي مع خوتنا المغاربه. يعني هذا انا اعترفت لكم بانني مع لاضي اسطي. يلا وقصوا الدور، بارطاجيو فضيحه تشفين مع لاضي اسطي. تحياتي للاحرار، احنا غادي نكملوا في هذا الشيء، كونوا هانين. مع ماضي ما كنبغي نهضر في مسائل شخصيه اللي هي تتعلق بيا، ولكن مادام يعني هاد الناس كان خاصني نجاوب، مادام ان الامر يعني ولا في راديو اللي هو مسموع، على حسب ما قالوا لي حتى الدراري الجمهوريين ديال المغرب، قالوا لي راه راديو مسموع عندنا هنا بزاف، يعني كيسمعوا واحد العدد كثير ديال الناس هاد ام اف ام. وانا كنعقل انا على جوج راديويات اللي كانوا شحال هادي، يعني كان حيت انا فاش قبل ما نخرج المغرب كنعقل على ار تي ام الرباط بالفرنسي والعربيه، وتا من بعد عاد زادوا داك ميدي ان، وكنعقل على انيفي حفيظ اللي كان كيدير ليميسيون دو بوغي، راه كان كيجي عندنا لاكدال، حنا ولاد لاكدال، يعني كياخذ من عندنا لي ديسك ديال الهارد روك وديال الروك وديال، فهمتيني؟ لان هذاك مجلس الحسابات اللي كاين في شارع فرنسا، راه النهار الاول اللي تبنى كان عماره ديال الموظفين اللي خدامين في السفارات الامريكان، وكانوا ولادهم هما اللي كيجيبوا لينا، تصاحبنا معاهم وداك الشيء، هما اللي كانوا كيجيبوا لنا هذوك لي ديسك ديال الهارد روك. دون لو طون الهارد روك ما كانش معروف كاع في المغرب، يعني كانت اللي كيسمع لي جيتار داك سميتو كيجي في شي شكل كيتخلع، كيقول لك شنو الموسيقى هادي شنو هادي. يعني انا كنهضر عليك في لي زاني ديال 79 وما قبل كاع، فهمتي؟ مازال حتى بوب مارلي باقي حي، عاد غيجي من مورا هذيك الموجه ديال الريغي في 81، وغتجي موراها السماف والتخربيق وزيد وزيد يعني. دونك ونزيدكم الكولونيل اللي كان ديريكتور ديالنا في ليسي ميليتير، سيتي لو كولونيل ارنوب دابا راه جينيرال، ياك قساوة. وزيد عليهم منين شاء الروب جا السايح، والسايح كنت عزيز عليه بزاف انايا، يعني علاش؟ لان مراتو قاورية وتا هو ولدو سميتو تاشفين، راه كنساكن في لاكدال. ايوا نزيدكم مازال لي ديطاي. المهم راه طونك انتوما غادي تبداو تخرجوا تروجوا لفكرة انني انا جزائري، راه غندير بكم جوجل ايرث ماب من الفوق، وغادي نبدا نبين لكم دار بدار شكون اللي ساكن فيها، لان ما يمكنش تكون انا جزائري وعارف كاع لي غونسينيومون. الرباط كله من المغرب كله نفليه لكم نحطو لكم دار بدار، هادي شكون اللي هنا وشكون اللي هنا، يعني نبداوها احنا من باب الحب وحنا طالعين في طريق الزعير حتى نوصلو لعين عاوده،
تنفوتوا قاعد الى بغيتي كريفله وتضم نوصلوا حتى عند سميتو البعبيد الشرقي. يلا حنا ما كاين مشكل وتما نمشيو الى بغيتو كاع حتى هاد الدار هذا. ولكن هذا الشيء راه كله يعني باش تعرف شو على الدوله كيفاش دايره. يعني لما كيخرج المواطن يطالب بحقوقه المشروعه ابسط الاشياء يعني كيف تواجهه الدوله. هنا كتزيد تبين بان لا توجد هناك رغبه حقيقيه في التغيير. وعلاش كنقولوا لخوتنا المغاربه راه غادي تدور وتعاود وغادي ترجع للطرح ان شاء الله. راه حنا في 2011 ملي خرجنا راه داك الطرح ديال الملكيه البرلمانيه كنا عارفين غادي شي يتلقى فهمتيني. ومع ذلك قلنا اوكي حنا غنشوفوا هاد الناس شغادي يديروا مثلا. لان كاين دوك الناس كيقول لك لا حنا لا تهمنا ملكيه او برلمانيه او جمهوريه بل تهمنا الديمقراطيه لان تقدر تكون في ملكيه او في جمهوريه. كيقول شبهوا لونسون بالانجليز وبالاسبانيا وبالدول فهمتيني. راه غادي تدور وتدور وترجع للطرح ديال الجمهوريه الا بغيتي تحرر. راه ما كاينش تحرر بدون تدقيم يعني تقديم التضحيات وكثيرا ما مع هذا النظام العميل الفاسد الفاشي اللاوطني. هذا راه كينتقموا منكم. واش ملي درت لكم الفيديو ديال الزبل ديال الطاليان راه يمكن لكم ترجعوا لي ها قلت لكم راه الزبل راه كساسوا تخليه ولا تحرقوه راه مصيبة كبيرة. انتوما ما كتخرجوش تهضروا على هاد المسائل هما كيخدعوا فيه. الطاليان خرجت ديبلوكات 500 مليون اورو باش ديبراسا منو كدفعة أولى عطات منها المغرب 117 وهادشي راه وريتو لكم في الجرائد ديال الطاليان. يعني راه كاين في الفيديو يمكن لكم ترجعوا ليه إلا بغيتو نحطو لكم تسميتو ياك. وهاهما دابا بداو كيحرقوا لكم فيه والناس جالسة كتير الأمراض. راه هاديك الامراض بعدا راه معندهاش الدواء. ما عندكمش حتى السبيطارات فين الدواء المصيب برك حنا فهمتيني. ومع ذلك باقي مساكتين وكتقولوا في عشاء وبغينا سيدنا يجي يدير لينا وسيدنا هو اللي غيفعل لينا وطالقين لكم دوك المناصرين اللي كنسميهم انا المناصرين اللي كيجيو يبينوا لك راه كاين الفساد وهذه وفي الاخر ما كيقيسوش الملك. علاش؟ لان يروجوا لفكره الملك راه مزيان هذوك اللي ضايعين. والملك عنده جميع السلطات بين يديه، رئيس مجلس اعلى القضاء، يعني رئيس القوات العسكريه، رئيس المجلس الوزاري، رئيس المجلس الامني، هو اللي كيعطي الاوامر ديال ديك العصا اللي كتاكلو، وديك العسكره اللي في الريف، راه جايه من عنده، رئيس حتى السلطه الدينيه، يعني هادشي كله شادو وهو السيد ما مزيان ما فراسوش، مع العلم انه هو اللي كيعينهم. هو اللي كيعينهم ماشي كيعينهم شي واحد اخر ولا كيفرضهم عليه. اذا في كلا الحالتين هو ليس الرجل المناسب في المكان المناسب كساس يكون فراسا راه مصيبه. واذا كان ما فراسوش راه مصيبتين. يعني مين كلشي هو يكون ما فراسوش وكيعين هاد الناس بما في ذلك حتى الهمه والماجدي لما خرج الشعب المغربي يطالب برحيلهم ماذا كان رد فعل القصر ووجبه مستشارين ديالو. واش نسيتو؟ واش عندكم الذاكره قصيره كتنساوها من 2011 لليوم زعما في 2011 نيت ومن تما سكتو. دونك انتم ساكتين اي الشعب المغربي وما كتطلبوش من اجل حقوقكم. ومن هنا اوجه تحيه لسكان الريف ولو ان هذيك المطالب يعني هي مطالب خبزيه وما غاديش يتحقق وعارفين ما غاتحققش يعني الا وانهم يوم عظيم خارج ميدوي. نتمنى انا تخرج اللي في اسفي اللي جالس كطلب بالسكر ريفي ناضلو. انت مالكش كدير انت اللي في اسفي انت باغي تبقى ناعس متكي وما ينضلو عليك بالريف ولا كيفاش؟ ونوض انت اللي في خريبكا ونوض كاع المدن والمناطق. راه في خباركم بان الى ناضوا حتى مناطق اخرى تدعم حراك الريف راه صافي. عندك يتصحاب لكم على انهم كيروجوا لكم سوريا. ما سوريا راه عمر فرنسا ما غادي تخلي النظام المغربي يدير داكشي اللي طار في سوريا. ماشي حبا فينا ولا شي حاجه، خوفا على مصالحها. مصالحها راه مستعده فرنسا تضحي بالملكيه الا شافت الشعب المغربي خرج ويطالب باسقاطها. ثق بيا بان هي اللي غادي تجي تلقى لكم مخرج باش
تحافظ على المصالح ديالها طبعا والعقود اللي دايره مع المغرب وهو الى اخره والعلاقات الصغيره وغتحيد مسؤوليته. نحن نطالب بمحاسبه الملك محمد السادس على الثروات ديالو، لان ما يمكنش في خلال 6 سنين الاولى من الحكم ديالو اصبح سابع ملك غني في العالم وتضاعفت الثروه ديالو ب6 مرات في خلال 6 سنوات الاولى من الحكم ديالو. اليوم نقدر نقول لك الثروه ديالو ضاعفات في 12 مره، فهمتيني؟ ولكن ما يمكنش ليك حتى الناس اللي كيخرجوا يطالبون بالفساد او ولاده نقول الاسماء او محاربه الفساد، كيفاش بغيتي تحارب الفساد وانت ما عندكش فصل حقيقي للسلطات؟ غير قول لي كيفاش باغي تطالب بمحاربه الفساد ومن بيده السلطه هو الفساد، هو الملك والعائله الملكيه وطبعا الحاشيه والشرفيه تهضر لنا فيه الملاذعيه تستسمح لما طولت عليكم. والى الفيديو المقبل وتحيه الجميع، عاش الشعب.